السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لاطاخت بالتفاح اللي المكونات ديالها هي لاباط بريزي اللي هي العجينه المرمله، وغادي نعمرها بحشوه ديال لاكريم موسلين. الحقه لاكريم موسلين كتجي لذيذه بزاف في لاطاخت، وكذلك غادي نزين لها الوجه ديالها كما كتشوفوا معايا بالتفاح. حقا هاد لاطاخت كتجي لذيذه بزاف. تابعوني معايا الفيديو من الاول للاخير، ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. لتحضير العجينه المرملة الحلوه، في اناء غنوضعوا 300 غرام من الدقيق الابيض، غنضيف ليه رشه ملح، سكر بنكهه الفانيلا من فئه 7 غرام، و150 غرام من سكر حبيبات او سكر سنيده. غنخلطوا هاد العناصر جيدا، غنضيفوا 150 غرام من الزبده درجه حراره المطبخ. غنخدموا الزبده مع الدقيق حتى تندمج لينا جميع العناصر ونحصلوا على واحد العجين اللي تيكون مرمل. كنجوفوا وسط العجين وكنضيف فيه جوج حبات ديال البيض. بالنسبه لحجم البيض اللي استخدمت انا هو صغير بزاف، نتوما الا كان عندكم الحجم ديال البيض كبير فغادي ديروا اما بيضه وحده وغادي تشوفوا واش تجمع لكم العجين، لما تجمعش غتزيدوا البيضه الثانيه بشويه بشويه. فقط للإشارة، العجين ما كندلكوهش بيدينا، فقط كنجمعوه بأطراف الأصابع حتى تتلم لينا العجين. لاباط بريزي ما كتدلكش. كنغلف العجين ببلاستيك غذائي وكنوضعها في الثلاجة ترتاح مدة نصف ساعة قبل ما نستعملها. صافي، هنا من بعد ما ارتاح ليا العجين غادي نقسمه على جوج، غادي نخدم فقط بنصف كميه العجين والنصف الاخر غادي نحتفظ فيه في الثلاجه حتى نستعمله مره اخرى، لان القالب اللي غادي نستعمل ديال لاطارت فيه 22 سنتيم. نتوما الا كان عندكم القالب كبير فيه 28 سنتيم فهاد العجين غادي يكفيكم، او من البدايه ممكن تستعملوا فقط نصف كميه المقادير. انا فقط ملي كنبغي نعجن العجينه ديال لاطارت فكنعجنها بكميه كبيره باش ما كنعاودش نعجنها مره اخرى. للاشاره ان العجين ديال لاطارت ممكن نصوبوه ونقادوه في القالب ديالو وندخلوه المجمد حتى النهار اللي نبغيوه، كنخرجوه كنعمرو بالحشوه سواء تفاح ولا اي حشوه بغيتو تستخدموا في لاطارت، وكتدخلوه مباشره الفران كتجي ممتازه. كنرش سطح العمل بالدقيق الابيض وكنبدا كنطلق في العجين بواسطه الدلاك. بالنسبه للارتفاع ديال العجين تقريبا 1-2 مليمتر. صافي، هنا جبت واحد القالب اللي ما عندوش الجهه السفلى كما كتشوفوا معايا، فرشت ليه الورق ديال الطهي. بالنسبه لهاد القوالب الحقة كيسهلوا علينا ملي كطيب لاطارت، كتجينا سهله اننا نحيدوها من القالب، لكن الا ما عندكمش بحال هاد النوع تاع هاد القوالب ممكن تخدموا في القوالب ديال لي طاخت العاديين، ولكن تدهنوهم بشويه ديال الزبده وترشوهم بالدقيق باش ما يلصقش لكم العجين. كما شاهدتوا معايا لفيت العجين على جوج ومن بعد على أربعة، عاد وضعته في القالب. بهذه الطريقه كيجيكم ساهل العجين وما كيتكسرش معكم، ودائما ملي كنبغيو نهزوا العجين كنهزوا برفق باش ما تكسرش لينا العجينه. صافي، هنا حيدت هذاك الزوائد ديال العجين. بالنسبه لهاد العجين المتبقي ممكن ديروا به دي ميني طاخت، كما ممكن تلقوه بالمدلك وتقطعوه هكا بالمراشم، كيجي دي بيسكوي زوينين هكا للدراري. خديت واحد الشوكه وبديت كنثقب بها العجين من الاسفل ومن الجوانب كذلك. هاد المرحله مهمه جدا باش ما كينتفخش لينا العجين في الفرن. صافي، انا وضعت القالب ديال لاطاخت في الثلاجه، وهنا غادي نحضروا لاكريم موسلين. لاكريم موسلين هي عباره على لاكريم باتيسيير مع الزبده،
بالنسبه لا كريم باتيسير، انا عندي هنا 500 غرام ديال لا كريم باتيسير اللي حضرتها من قبل وحطيتها في الثلاجه حتى بردت تماما. ضروري تكون بارده مزيان كما كتشوفوا معايا. وغادي نحتاج معاها 150 غرام من الزبده. غادي نبدا كنخدم لا كريم باتيسير على درجه، يعني غنخدموها بالطراب، ولكن ممكن تستخدموا العجانه الا عندكم الطراب ديال العجانه، وممكن تخدموا بالطراب الكهربائي العادي الاخر اللي كنمونطيو به البيض. كنخدموها في الاول على سرعه متوسطه. ملي كتبدا كتسلق لينا شويه ديك لا كريم باتيسير، كنبداو كنضيفوا ليها ديك الزبده بشويه بشويه. خليكم معايا، ها نتوما كتشوفوا كيفاش الطريقه. صافي، هنا من بعد ما دخلت هذيك الزبده كامله غادي نزيد في السرعه ديال الباتور وغادي نخليها تخدم مزيان واحد المده ديال 10 دقائق. ضروري تخدموها مزيان. بالنسبه للنكهات ممكن تضيفوهم في هذا الوقت، اي نكهه نتوما كتبغيو، سواء النكهه ديال اللوز، النكهه ديال الكراميل، او النكهه ديال الفاني. انا استخدمت هنا واحد المعلقه ديال صغيره ديال النكهه ديال الفانيلا. غادي نخليها تخدم مزيان ونرجع معكم. وهذا هو الشكل ديال لاكريم موسلين بعد ما خدمتها مزيان. ضروري تخدموها واحد 10 ديال الدقائق. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي والقوام ديالها. الحقيقه هاد الكريمه كتجي لذيذه بزاف، وكما قلت لكم ممكن تضيفوا لها اي نكهات بغيتوا. هاد الكريمه ممكن نعمروا بها بزاف ديال الانواع ديال العجائن، منهم لاباتاشو، منهم كذلك كتجي رائعه في الميلفوي. ممكن تضيفوا لها غناش او شوكولا ونخدموا بها الحلويات ديال لاكريم. الحقيقه لذيذه بزاف وكتجي ممتازه واقتصاديه. هنا خديت جوج حبات ديال التفاح، كنقشرهم وكنزول لهم هذاك القلب ديالهم وغنقطعهم على شكل هلاليات. بالنسبه لنوعيه التفاح، من الافضل اننا نخدمو بالتفاح اللي تيكون اللون ديالو اصفر، هو اللي كيجي زوين في لي تارت، ما تخدموش بالتفاح الاحمر. صافي، وضعت نصف الكميه ديال لا كريم موسلين في القالب وغنبدا كنوضع دوك الشرائح ديال التفاح متقاربه من بعضياتها وفي نفس الاتجاه باش يجينا الشكل ديال لاطارت كيجينا زوين. هنا كما كتشوفوا معايا دوك الاطراف اللي كيبقاو لينا هكا من التفاح هما اللي كنوضعهم هكا في الوسط. صافي، وكيكون هذا هو الشكل ديالها. غادي ناخذ شويه ديال السكر حبيبات او السكر سنيده، كنرش به هكا الوجه ديالها باش هكا ملي كندخلوها الفران كتحمر وكيعطينا واحد اللون ذهبي. بالنسبه للفرن، كندخلوها الفرن بدرجه حراره 180 درجه، خليوها حتى طيب تاخذ تقريبا واحد نصف ساعه، ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. صافي، من بعد ما كنخرجها من الفران كنخليها حتى تبرد تماما، من بعد كنوضعها في الثلاجه واحد 20 دقيقه، عاد كنديمو ليها من المول كما كتشوفوا معايا، وكنزين لها هكا الجناب ديالها بشويه ديال السكر كلاصي، وغادي ندهن ليها الوجه ديالها، اما دهنوه بالناباج اولا بالعسل اولا بالمربى ديال المشمش اللي بغيتو. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت كما كتشوفوا معايا، كتجي راقيه وكتجي لذيذه بزاف. صدقوني المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. غنقطع لكم منها باش تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها من الداخل. واحد الملاحظه، ضروري نخليوها حتى تتبرد عاد كنقطعوها باش ما كتكسرش لينا ديك العجين. وهانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها، الحقه كتشهي. والمذاق ما نقدرش نقول لكم، والرائحه ديال لاطارت ملي كتكون كطيب في الفرن كتعطي واحد الرائحه رائعه في البيت.
كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد لاطارت. شكرا لكم على حسن المتابعه، ودائما لا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فمرحبا بكم دائما بالاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد القناه. شكرا لكم والى فيديو قادم ان شاء الله.